دعت مديرية الدفاع المدني في البصرة المواطنين للتعاون معها في سبيل تمكينها من أداء واجبها والوصول إلى الحوادث لمعالجتها بأسرع وقت ممكن. جاء ذلك خلال المعرض الذي أقامته بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني. تحت شعار الدفاع المدني الدرع الحصين لحماية الأرواح والممتلكات، أقامت مديرية الدفاع المدني البصرة معرضها السنوي وعلى ساحة مول تايم سكوير الذي تستعرض فيها معدات السلامة والوقاية بمشاركة دوائر الإسناد المتبادل من شركة نفط الجنوب ومصافي الجنوب وشركة الحفر العراقية. واختير هذا المكان بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني وله رسالة عميقة بليغة الأثر، ألا وهي الدفاع المدني يترجم فلسفة مدنية الدولة وهو الدرع الحصين والدائرة المساهمة في تحجيم الخسائر في الممتلكات والأرواح. وإحنا نريد جميع المواطنين أن التعاون مع فرق في فتح المجال أو الطرق أمام هذه الفرق حتى تصل إلى الحادث بأسرع وقت ممكن. هذا اليوم حقيقة هي ممارسة من قبل أخوة في مديرية الدفاع المدني، هذه المؤسسة المهمة التي تقدم أعمال كبيرة وجليلة تصب في الحفاظ على أرواح المواطنين. بالتأكيد الحكومة المحلية تدعمهم بقوة، هذا الدعم يأتي لوجستيا من خلال دعمهم بمشاريع، ويأتي أيضا يأتي لدعمهم ضمن الحقوق الوظيفية. احنا كشركة الحفر العراقية شاركنا بهذا المعرض من شأن أن نرفض هذا المفصل المهم الذي يعتبر من أهم مفاصل وزارة الداخلية باعتبار يكافح الحرائق وأيضا ينشر ثقافة السلامة. شاركنا بالمعرض بجناحين، جناح يخص معدات H2S التي نتفرد بها التي تستخدم في الحقول النفطية، وأيضا شاركنا بموضوع معدات الإطفاء والإنقاذ. احنا والدفاع المدني أساسا بيناتنا قنوات اتصال وبيناتنا خطوط ساخنة تشتغل 24 ساعة لتقديم الدعم والإسناد لهم، وإن بالعكس يعني القضية. فمشاركتنا باليوم الدفاع المدني هو عبارة عن معرض لتجهيزات معدات الحماية الشخصية ومستلزمات الإطفاء، بالإضافة إلى تور داخل محافظة البصرة. الهدف من المعرض أساساً هو تعريف سكان محافظة البصرة، مواطني البصرة، بإمكانيات وحجم وقدرات شركة نفط البصرة وقدرات الدفاع المدني.